عايز اكلمك في جزئيه تانية بقى، اعتقد ان هي اول مره تطرح، بس انا مبسوط ان انا بتكلم مع حضرتك وعارف انا بكلم مين. مش شايف حضرتك دكتور عماد ان احنا بقى لنا فتره العلاقه بين نادي الزمالك والنادي الاهلي كبيري الكره المصريه مش افضل علاقه ممكنه، ومحتاجين كلنا نشتغل انها ترجع تاني علاقه عظيمه كناديين كبار في مصر؟ خاصة ان الرياضه المصريه وخاصه لقطبي الرياضه المصريه يجب ان تعود الى صيغتها وطريقتها اللي طوال الاعوام اللي بعيده شويه، يعني من مثلا من قبل 2014. صحيح، عايزين العلاقه دي تعود لسبب، لان مش معقوله ابدا لاعب هيلعب مع نفسه. يعني احنا عاوزين يبقى قطبي الرياضه المصريه العنصرين الكبار جدا في الرياضه المصريه يكونوا على قدم المساواة وبيشتغلوا. هنلعب مع مين يعني، سواء هنا ولا هنا؟ صحيح. هنشتغل على ايه؟ صحيح. يعني لازم نكون متناغمين، بالاضافه الى اللي بيحكم الرياضه المصريه هي يقول لك المناخ الرياضي الحق فيما يتعلق ان انا فعلا وانا براهن ان في الاخر هنلاقي تناغم وترجع الامور لنصابها الصحيح، ان قطبي الرياضه المصريه على قدم المساواة والقطبية الرياضة المصرية بيمتعوا كل جماهير نادي جماهيره متطلبة ان هم يبقوا موجودين على الساحة. ممكن اعتقد ان ده هيكون محل اعتبار من كده الناديين ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عماد، هل ممكن يبقى ليك موقف في هذا الامر قبل انتهاء هذه الفترة او المهلة المؤقتة، انك تقرب الامور ديت ثقة في شخصك؟ الانشغال يعني التام اللي بيتم، احنا بنشتغل دلوقتي مع الاتحادات المعنيه في كل الالعاب فيما يتعلق بالازمات اللي موجوده معاها، ويمكن احنا شايفين ان ما فيش اتجاه سلبي ظاهر في هذا الاتجاه، فده بيبشر بالخير ان شاء الله المناخ هيبقى افضل باذن الله ان شاء الله. لما قلت تصريح عظيم جدا وكان تصريح هادي ومحترم، لما قلت ان انا ماليش انتماء، العمل العام خلاني دايما ما يبقاش ليا انتماء اهلي او زمالك، بعض جماهير نادي الزمالك زعلت من حضرتك وقالت لك لا احنا عايزينك زملكاوي. العمل في مجال الرياضه لمده 37 سنه ومن التدرج في كل المناصب، حتى رئيس المجلس القومي للرياضه، رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب، او بعمل في العمل العام، ما يجعلش ابدا زي شاني شان كل اللي بيشتغلوا في هذه الاعمال من قبل ملوش تحيز لجبهه ضد اخرى او لجهه ضد اخرى ابدا، ما ينفعش. ولما موجود انا وقابلت هذه المهمه الوطنيه مع الاستاذ احمد فؤاد الوطن والكابتن ايمن شعراوي، يجب ان اتكلم ويكون كل كياني وكل جهدي وكل قدرتي فيما يتعلق باداره هذا الملف مع زمايلي لنادي الزمالك. عظيم جدا. هسألك سؤال له علاقة بيتقال دايما للاعبين، يعني ده ما يمنعش ان انت في يوم من الايام ممكن تعمل لصالح النادي الاهلي؟ انا سني كبير وانا قابلت مهمة وطنية تطوعية لنادي الزمالك عن قناعة ان الرياضة في مصر ملهاش طعم من غير نادي الزمالك. دكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المحترمة المهذبة الذكية لشخص جاء في الوقت المناسب بصراحة. يعني الزمالك كان محتاج على الأقل حتى لو لفترة مؤقتة شخصية هادئة تعمل لصالح نادي الزمالك. ما عنديش معرفة شخصية سابقة بهذا الرجل المحترم، طبعا له سي في مشرف جدا في الرياضة المصرية، ولكن أنا بقول الكلام دوت على ضوء ما أسمعه من مداخلات، على ضوء ما يتناقله زملائنا الصحفيين في نادي الزمالك عن ان الراجل يعمل يوميا بجد واجتهاد لصالح نادي الزمالك. مفيش خلاف ابدا ابدا انه اي حد يحب يشوف نادي الزمالك في افضل حال، يحب يشوف النادي الاهلي في افضل حال، الاسماعيلي في افضل حال، المصري في افضل حال، دي القلاع الرياضيه المصريه الكبيره اللي كلنا بنتشرف بيها. فلما نقول يلا الزمالك يقف على رجله، يلا الزمالك يبقى احسن، ده مش معناه ابدا ان احنا بنقول انه مثلا احنا عايزين الزمالك يبقى احسن عشان يبقى احسن من الاهلي مثلا، او الاهلي يبقى احسن عشان يبقى احسن من الزمالك مثلا. لا، دول يا جماعه حاجات بنتشرف بيها، بنتشرف بيها قدام العالم كله. احنا دايما بنقول ان الكره المصريه واحنا رافعين راسنا كده فيها الاهلي والزمالك، مع كامل الاحترام للجميع.